بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ عبد الله الحربي عميل شركة المحيط. نعم. من السعودية مدينة القصيم. نعم. مرحبا بك في ماليزيا. يا هلا والله، يا مرحبا فيكم. يا مرحبا، يا هلا. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله. بداية، كيف تعرفت على شركة المحيط؟ تعرفت على شركة المحيط عن طريق تويتر. نعم، عن التواصل الاجتماعي تويتر. تقييمك لأداء شركة المحيط وأداء موظفيها بداية من التراسل بالواتساب؟ لا، ما شاء الله، التواصل الواتساب جيد وسوبر ستار صراحة، وما ناقصكم شيء أبد. تسلم. الاستقبال في المطار؟ الاستقبال في المطار كان رائع. نعم، كان رائع وما قصرت بصراحة. السيارات والسواقين؟ السيارات والسواقين كلهم صراحة ما شاء الله سوبر ستار. الرحلات السياحية طيبة جيدة. هنا الصعوبات التي واجهتك؟ لا صعوبات تذكر صراحة. والميزة اللي صراحة أنا عجبتني طريقة الرسائل عن طريق التواصل الاجتماعي، الرسائل وتنبيه السواقين وأرقام الجوالات وكل شيء. الكلمة الأخيرة للشركة؟ الله يوفقكم وللإمام إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله تعودها مرة ثانية. بإذن واحد الأحد. بإذن الله. في أمان الله يا أخي. يا توصل إن شاء الله بالسلامة. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.